سميتو واخا كاين الثمن ديال السلعه والبيع والشراء راه الله يجعل البركه، راه كاين الغلاء ديال السلعه بزاف في السوق. سميتو اللي كتجيبها هنا راه ما كاين، ما يقدروش بصله 15 درهم وبطاطا 12 10 درهم دايره في المرشي 12 درهم ومطيشه حتى هي 12 درهم، كلشي الاقصى درجه هي 12، واللوبيا 18، الجبانه حتى 18. لا اول عام ما عمرها كانت، انا في 20 عام ديال الحرفه ما عمرت بعت بطاطا ب 12 درهم. مأثر علينا بزاف حنا اكثر من المستهلك، حنا مأثر علينا بزاف. كتشريها بطاطا ب 10 درهم وتلقى فيها مضروبه، تلقى فيها سميتو الكسور، كاين فيها الكسور. يرفقوا شويه على المواطن، نطالبوا بالرفق شويه على المواطن، شويه من الغلاء، غلاء بزاف على المستهلك بزاف عليه. البيع والشراء غادي تجيبها ب 10 درهم وكتبيع فيها ب 12 درهم وفيها الكسور، وريني الرباح فين هو، فين غادي يخرج لك الرباح؟ الزياده ضاره اللي كيبيع ويشري اكثر من سميتو. المستهلك يقدر لا جاته غاليه يقدر ما يديهاش، يقدر سميتو يخليها يستغنى عليها، ولكن البيع والشراء هو اللي عنده شويه الضرار. وكاين غلاء ديال الاسعار، كاين ارتفاع ديال الاثمنه، اثمنه صاروخيه، يعني المواطن ما فهمتش، المواطن ما تلاتش عنده القدره باش يشري هاد المواد هاي. سي اوبليجي باش تكون مطيشه هي الكامله، هي فهمتي، هي لا طابل ديال المغاربه باش تكون مطيشه البطاطا. والفلفل ماشي غير هادشي، هو الفلفله نقدروا نقولوا ديسير، ليمون، تفاح، فهمتي، ماشي غير والغلاء. الغلاء الا كان الغلاء كيأثر على 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 المستهلك، راه كيأثر بدرجه اكثر على 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 البائع. باسكو علاش؟ باسكو البائع ديال الخضر غادي يخسروا لي مثلا غير 2 كيلو ديال المطيشه ولا 3 كيلو ديال المطيشه، فهمتي، كيدير واحد 30 ولا 32 درهم، ماشي بحال الوقيته الاخرى كيخسر صندوق ديال المطيشه ديال 30 درهم. هذه هي الطريقه ديالو. ربما الحكومه كتقول لك، ربما الحكومه كتقول لك هذا الشيء، ربما ماشي على المغرب، مرتبط بصراعات اخرى، مرتبط ب فهمتي، مرتبط بشي امور اخرى مما ما مرتبطش به، لان السنوات اللي كان فيهم الجفاف في المغرب وكانوا ما كانش فيهم هذه الاثمان، ربما مرتبط بالازمه الاوكرانيه الروسيه، ربما بشي حاجه اخرى. ما التسمسير ديما غادي يكون، التسمسير ديما كاين في اسواق، ديما كاينين، ديما كاينين تجديد، ما كاينين سماسيرا ديما، فهمتي، في اي اسواق، لا ديال الحبوب لا ديال الخضر لا ديال، هذه هي الطريقه اللي كاين. وهادشي راه كيضرنا بزاف، هادشي ديال الخضار وديال الديسير غالي بزاف، هاد الناس راه ولات الشفره عيناني بيناني، واش بطاطا فلفله ب 400، بطاطا ب 1000 فرانك، هادشي راه حشومه، هادشي واش هادشي كيصنعوه كيجيبوه من اوروبا، هادشي راه في بلادنا، واش نتوما في بلادنا ومجوعيننا تخليو علينا هادشي؟ راه حشومه، راه ولات سارقه هادي، وبنادم راه بالسيف ما يخرج يشفر، وبالسيف ما يخرج بزنس، وبالسيف ما يدير بزاف د الحوايج، وراه حشومه عليكم، وديروا معنا شي تاوين الله يرحم لكم الوالدين، وراه هادي ولات سارقه عيناني بيناني، وديروا شي تاوين الله يجازيكم بخير، الحكومه الله يعاونك. اسمينا خويا غالي بزاف اخويا، بزاف على بزاف على الناس اللي من الطبقه المتوسطه، اللي من الطبقة الفقيرة بزاف، مسكينة راه ما لقى ما ياكل اخويا، فهمتي، راه بزاف على هادشي، راه خاصهم يديروا لنا شي حل اخويا، راه بنادم اخويا شنقول، راه كيشوف اصاحبي كتشوف الناس مساكن اللي من الطبقة الفقيرة كيتقداو شي خضرة لافيرا اخويا، ما نكذبش عليك، فهمتي، تقداو لافيرا وبثمن، فهمتي، بثمن طالع، اما خضرة مزيانة بغي شي تا، راه دابا مطيشة دايرة 240، بطاطا دايره 300، البصله دايره 300، ترى بزاف هذاك الشيء اخويا، بزاف على الناس دراوش، وكنتمنى اخويا من المسؤولين يديروا لنا شي حل، راه اخويا ليله يلا